السلام عليكم. النهاردة احنا هنتكلم عن الجزء الثاني من تترولوجي اوف فالو بارت 1، اللي هو مينلي بنتكلم على الدياجنوزس والكلينيكال بريزنتيشن للتترولوجي اوف فالو. طيب هنبدأ في الأول، حابين كان نتكلم قبل كده عن الباثو فيسيولوجي، فهنشوف الامباكت بتاع ده عندنا على حاجتين زي ما قلنا كلينيكال وازاي نصور عيان التترولوجي اوف فالو. طيب ده رسمة شفتوها المرة اللي فاتت، ده نورمال هارت اللي هو موجود الناحية دي، وده الهارت والسيتولوجي اوف فالو. ايه الاربعه كومبوننت بتوع الفالو؟ هي حد يقول ايه الاربعه كومبوننت؟ دي زي، ايه تاني؟ اوبريتنج لاورتا، ماشي، وسيبير فالمونري سينوزس، اي من كانت الاسباب. دول الاربعه كومبوننت الموجوده عندنا. عندنا بي اس دي، وعندنا اوبريتنج للاورتا، وعندنا فالمونري سينوزس، والنتيجه ده بيحصل في الاول ار بي اتش، وممكن بعد كده يبقى بايفنتريكولار انلارجمنت زي ما نقول. طيب هيحصل دلوقتي عندنا رايت ليفت شنت، وعشان عندنا ان في عندنا بالمونري ستينوزس، فده نوع من انواع ديكريز للبالمونري بلاد فلو، يزيد او يقل على حسب ما هنشوف بعد كده. طيب السؤال اللي موجود عندنا هو انا هسمع كلينيكالي كده، نرجع تاني للسماعه، هو انا هسمع انه مرمر، هسمع المرمر بتاع البي اس دي بلس المرمر بتاع البي اس، صح؟ انت قلت اه، هتسمع الاثنين ازاي؟ يعني انا المفروض لما احط السماعه على العيان فالو اسمع ايه؟ انا عندي، احنا قلنا الاربع كومبوننت، اوفر رايدنج الاورتا مش هيديني مرمر، مفروض عندي في اس دي مفروض اسمع له مرمر، ايه المرمر بتاع الفي اس دي؟ نرجع بقى كارديولوجي كده، في اس دي المرمر بتاع الفي اس دي تنسستوليك مرمر، ماشي. طيب وعندنا انا عندي في اس دي وعندي بي اس، مفروض اسمع ايه على البي اس؟ اجكشن سيستوليك على الليفت ستنر على الليفت باراستنال ال، وعندي ايه؟ وعندي ار بي اتش ما بسمعلوش حاجه. طب انا المفروض اسمع ايه؟ يعني لما احط السماعه على العين اسمع بي اس دي ولا اسمع بي اس ولا اسمع الاثنين مع بعض؟ قولي. لا انت قلت الاثنين. طب مش الاثنين ليه؟ واضح انه غلط، بما ان انا ركزت، ليه مش الاثنين؟ هنسمع انه فيهم؟ هنسمع بي اس، ماشي. هنسمع ايجكشن سيستوليك مرمر على ليفت باراستنال، ليه مش هنسمع البي اس دي؟ برافو عليكم، عشان ده لارج بي اس دي ايكولايزد بريشر اللي موجوده فيه، البي اس دي سايلنت في حالات التترولوجي اوف فالو. يبقى انا لما احط السماعه عندي بيج بي اس دي، عندي بي اس، بس انا مش هسمع بي اس دي، انا هسمع بس ايجكشن سيستوليك ميرمر موجوده على الليفت باراستنال. يبقى احنا ما عندناش ميرمر بتاعت البي اس دي، كيب ان مايند ان احنا عندنا ايكولايزيشن للبريشر. طيب عيان التترولوجي اوف فالو، يبقى البرزنتيشن بتاع congestive heart failure اليوجوال برزنتيشن، خلينا اقول congestive heart failure ولا cyanosis. وليه؟ يعني انا عندي بي اس دي، عندي بي اس، هو مش عارف يخرج من البي اس، المفروض يحصل عندي right sided heart failure، عشان بقى مرض ما حصل عندي ار بي اتش، يبقى العيان ده يجيني برايت سايد هارت مانيفستيشن، يعني اشوف فيه اديما واشوف فيه اسايتس واشوف فيه اللون. ليه ما بشوفش؟ عشان بي اس دي، عشان هو هيزرق مش هيجي لنا بهارت فيلير. يبقى احنا لما نشوف عيان هنسمع مرمر، التترولوجي اوف فالو مش سايلنت ديسيز، بنسمع ايجكشن سيستوليك مرمر، ما بنسمعش البي اس دي، لان البي اس دي عندي ايكولايزيشن للبريشر في البوست تشامبرز، فالبي اس دي سايلنت في التترولوجي اوف فالو، ما اسمعش بان سيستوليك. عيان التترولوجي اوف فالو غالبا ما بيجيش بكونجستيف هارت فيلير، في حاله واحده بس لما نمشي قدام في كلينيكال برزنتيشن هقول امتى التترولوجي اوف فالو بريزنتد بكونجستيف هارت فيلير، مش عشان الرايت سايدد عنده بي اس فهو مش عارف يزقه قدامه، لانه دايما عنده بي اس دي، فدايما العيان ده هيزرق. الساينوزس اللي موجود عند العيان ده هيجي على ساينوزس، هيبقى بريفرال ولا سنترال؟ سنترال ساينوزس. واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفرق ما بينهم، فمش هسال فيه المره دي. يوجوالي العيان بتاع تترولوجي اوف فالو ايفن وهو بيبي هيجي لنا بساتوريشن اراوند 7 سنترال ساينوزس. العيان ده بنبلغ بيه من اوضه الولاده انه ازرق، ولا بيروح مع باباه ومامته وبعد شويه يقول عليه هو ازرق؟ ماشي. ليه؟ يعني مش هيتولد ازرق، مش كده؟ طب هو مش هيتولد ازرق ليه؟ عشان كل معظمهم بيتولدوا بضغط، فدايما عنده ضغط. هو امتى هيزرق؟ هيزرق لما الضغط تقفل، ديبند الضغط قفلت امتى؟ ممكن تقفل بعد يومين، بعد ثلاثه. مين العيان اللي بيتولد ازرق؟ تي جي. تي جي برافو عليك. يبقى هو دلوقتي احنا الاثنين دول في الايرلي تشايلد هود، لكن هما ما بيظهروش ات بيرث، ما بنتبلغ غالبا اللي بنتبلغ بيه من وحده الولاده هو التي جي اي، لكن احنا بنتبلغ في التترولوجي اوف فالو الديبند الضغط هتقفل امتى؟ ممكن في اول شهر، ممكن في اول 10 ايام، ممكن بعد اربع شهور زي ما انتم موجودين. كيب ان مايند سينتك سبيلز اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، مش كده؟ وقلنا المانجمنت بتاعها ونعمل فيها ايه. سينتك سبيلز فيري فريكوينت في الفالو،
من 6 شهور ل 6 سنين كيب ان مايند دي ايمرجنسي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت. طيب احنا عندنا زي ما قلنا وايد رينج من التيتولوجي اوف فالو ديبند على حاجتين، ديبند الار بي اي تي اوبستراكشن قد ايه وقد ايه البلمونري بلاد سبلاي بتاعته قليل. عندنا رينج كبير كده من اول ان يكون عندك سيفير ار بي اي تي اوبستراكشن فبيعكس لك الشنط في البي اس دي ما بيجيبلكش هارت فيلير زي ما قلنا، في العين ده بيبقى ازرق وده اللي هو النورمال اللي موجودين عندنا. طيب لو الار بي اي تي اوبستراكشن از نوت ذات سيفير، يعني انا عندي sufficient forward blood flow رايح للبلمونري او العيان ده عنده collaterals من الاورطه، العيان ده هيبقى pink نقول عليه اسينوتيك فالو او pink فالو، ده العيان اللي يجي لنا saturation بتاعه تسانيت. كويس keep in mind بقى مش انا قلت لكم من اول ان usually congestive heart failure لو البيبي عنده significant collaterals و forward flow الام هتشتكي من manifestation of heart failure مش من ساينوزس، لان هو ده اللي بنقول عليها ساعات ممكن البينك فالو ده يبقى بالانسد، هو عنده شويه ديكريز اوف بالمونري بلس سبلاي مخليه في التسعينات بس احنا مش بيض قوي فالامه ما بتلاحظش فماشي السداسكي ما بنلاحظوش. وساعات تبقى الكولاترال دي اوفر فلو فالعيان بدل ما الام تيجي تشتكي من ساينوزس الام تشتكي من هارت فيلير، دي الحاله الوحيده اللي موجوده. اتس نوت كومن برزنتيشن، لو هتحفظ حاجه احفظ ان الفالو بيجي في سنترال ساينوزس. طيب اللي انا هقوله ده انا جمعته في الاول بس ده مش اليوجوال برزنتيشن للبيشنت الاطفال في الفالو، لكن هم للنجلكتد فالو اللي اللي انا شايفه في ادلت كارديولوجي الناس اللي هتشوف ادلتس فالو ما تعالجتش لسن كبيره. طب الادلتس فالو اللي موجودين الادلت فالو اللي موجودين عندنا هم عندهم بريزيستنت رايت تو ليفت شانت اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، هيحصل عندهم ايه دي كومبنسيتد ايه قلناها في المحاضره اللي فاتت دي حد فاكر دي كومبنسيتد اريثروسايتوزس مش تبقى كومبنسيتد يعني هيضطر ان هو يطلع ار بي سيز اكتر من اللازم فيبقى عنده بوليسايسيميا. عندهم كل المانيفيستيشنز بتاعه الرايت تو ليفت شنط اللي موجوده عندنا بيحصل لهم فيري فريكوينت سيربرال ابسس يبقى ده الفيرست بريزنتيشن لادلت فالو، بيحصل لهم جاوت بيحصل لهم اريدمي العيانين دول ممكن قبل ما يجوا لك يموتوا بانفكتيف اندوكاردايتس. ده مش البرزنتيشن بتاع الاطفال لكن keep in mind ان بلدنا فيها حالات كتيره فهي right to left shunt فالبرزنتيشن بتاعهم بيبقى بوليسايسيميا. طيب الانفستيجيشن الموجوده عندنا الاي سي جي في الفالو مش هيساعدك قوي، يعني غالبا هو right axis و ار بي اتش it is a matter of obstruction على right side فهيبقى عندك كل المانيفستيشن بتاعت السترين على right side. الاكس راي بتاعت الفالو مشهوره جدا ما بينكم في كل الامتحانات اسمها ايه؟ كورن سابو. برافو. ليه شكلها كده؟ ليه هي كورن سابو؟ ليه هي ايه اللي حصل؟ المديستاينم صغرت، هو اللي حصل ان المديستاينم صغرت علشان البلمونريز صغيرين الموجودين فيها فبتدي المنظر ده اللي منكم بيشوف شوفوا اكس رايز اتهابن، هي مش حاجه ثيوريتيكال كل عيانين الفالو معظمهم عندهم. طيب نبدا بقى في البيزك ايمجنج اللي احنا هنعتمد ان الايكو كل العيانين هيعملوا ايكو وهيبقى السؤال هو انا محتاج اديشنال كروس ايميجنج او انذر مانوفر عشان اكمل الدياجنوزس ولا لا ومحتاجه اجاوب ايه بانهم مودالتي، فاهمين اقصد ايه؟ نبدا من دلوقتي احنا حابين ان الثقافه دي تكون موجوده في مصر ان اي حد يشوف تيتولوجي فالو صغير بيبي يعني غالبا الويندوز هتجاوب على معظم الاسئله اللي احنا بنقولها، ولو حد يعني تريند از بيدياتريك كارديولوجيست هيعرف يجاوب التشيك ليست اللي احنا هنقولها كمان شويه. ادوا للعيانين سيديهات يعني فاهم ما تدوهاش ريبورتس عشان في نهايه الامر الحاجات اللي هنقولها اديشنال ليجنز هي ممكن تبان وهو صغير، ثقافه ان العيان ياخد سي دي عليه الايكو بتاعه اللي هو موضح كل حاجه مي ان هي تساعد بعد كده ان احنا نعملها. معظمكم هيبقى موجود في الفرونت ديسك يعني فكيب ان مايند ان الايكو اللي انت بتعمله وهو بيبي مش نفس الايكو اللي هيعمله زميلك لما يبقى عنده 3 سنين لان الويندو قفل، فاهماني اقصد ايه؟ هتجيت مور انفورميشن. طيب الانيشال دايجنوستس وعندنا اديشنال ليجن الانيشال دايجنوستس بيتعمل بالايكو يعني بمعنى ما احناش محتاجين كروس ايميجنج موداليتي عشان تشوف لنا الاربع حاجات اللي احنا شفناهم اللي احنا قلنا عليهم ان احنا نشخص بيهم فالو. فانا هبقى مستغربه ان حد بيبعت لي يقول لي انا متلخبط في الدايجنوستس وعايز اشوف اذا كان فالو ولا لا. طيب الفيوهات دي تيبيكال دي هتجيبها في الاطفال بس مش هتجيبها في الادلت فلوشن، كنت دايما بقول ننشر ثقافه ان احنا عيانينا تعمل ده اللي هيشوف البيبي في الاول هيقدر يجيب معلومات اكتر. الفيو ده اسمه
سبكوستال فيو. انا مبينه هنا لو احنا اتكلمنا ان اكاديميك واي احنا قلنا ان هم اربع حاجات فعلا الفالو، بس هو الفالو هو حاجه واحده بس، هو انتيريور كيفاليك ديفيشن للكونال سيبتم. الكلام ده انتيريور يعني الكونال سيبتم المفروض يبقى في مكانه، هو اتزاح انتيريور وطلع لفوق فهو ادى انه قفل الار بي يو تي. نتيجه هو ده الباثولوجي بتاع الفالو اكشوال، يعني ان باثوفيسيولوجي هو الكونال سيبتم اتحرك من مكانه راح انتي حصل ديفيشن للانتيريور كيفاليك. اه كنا سيبتم ده ممكن يروح بستيريور بس هو مش موضوعنا دلوقتي، هو هيروح انتيريور كيفاليك هيقفل الار بي يو تي فهيعمل لي في اس دي، فهيعمل لي ار بي يو تي اوبستراكشن، هيعمل لي ار بي اتش، وهيعمل لي اوفر رايدنج لان هو شد الاورطه معاه هنا. فهو ده البيو ده لما بشوفه بقول ان الحاله دي فالو. فانت مش محتاج اكتر من الايكو عشان تكوين الدياجنوزس بتاعك الموضوع. زي ما انا بوري انا متعمده ان انا ابدا بفيوهات الاطفال عشان هي قد ايه واضحه، قد ايه احنا عارفين نشوف اوفر رايدنج للاورطه هنا، قد ايه شايفين باي دايركشنال شنط على البي اس دي والاثنين رايحه للاورطه، ما حدش فينا مختلف. بينما نفس البيشنت ده لو جالنا في سن اكبر نفس الهاند اللي بتشتغل هو بيه مش هتعرف تجيب نفس المعلومات دي. فكيب مايند ان المعلومات دي بتبان في صغيرنا. البيو ده بيحبوه بتوع الاطفال قوي وبيشتغلوا البيو ده، بيجي سبكوستال فيو. يعني انا حاطه عند السبكوستال ده اسمه فالو فيو. ليه فالو فيو؟ عشان هو مبين الانفلو والاوت فلو بتاع الار بي. مش ده معناه انه ما بيجيش غير في عين الفالو، بيجي في كل العيانين. ده انفلو واوت فلو للار بي الموجود فيها، بس عشان هو مبين كل المعلومات، مبين الانتيريور كيفاليك ديفيشن، مبين الاوبستراكشن موجود ان الاورطه اوفر رايدنج للار بي وان الار بي اتش باينه، فسموه الفالو فيو. لكن هو انفلو اوت فلو للار بي بيجي من السبكوستال فيو. طيب وينفع برضو ان انا بالايكو اشوف ان عندي بالمونري ستينوزس واعرف اقيس البالمونري بالب قد ايه، واعرف اقيس البرانشات، واعرف اجيب الجريدينت اللي موجود. فانا دوكيومنتد ان هي ان انا عندي هنا ار بي او تي اوبستراكشن وقدرت ان انا اشوفه. البيوهات الثانية ده البيو الباراستيرمال مثلا. البيو ده هتلاقي كتير منكم حتى لما بيشتغلش اطفال البيو ده بنشتغله كتير عشان احنا بنعمل حاجة اسمها سكرينينج للسبتم، هنتكلم عليها كمان شوية. كل ما البيشنت تكون اصغر كل ما السكرينينج للسبتم ده هيبقى احسن، ونشوف هما بيدوروا على ايه في البيو ده. بس ده البيو اللي بتلاقينه واخد ليه لوب طويل كده، هما اكشوالي فوكسنج على السبتم وبيدوروا على حاجة في السبتم. طيب يبقى احنا بنقول كده ان الانيشال دياجنوزس ان انا اشخص فالو شود بي ميد باي ايكو من البيوهات بتاعته. انت مش محتاج كروس ايمجنج موداليتي علشان تقول لك ان ده فالو. طيب في شويه حاجات كده لازم نعرفها، لازم تبقى تشيك ليست في دماغنا واحنا بنشوف كل فالو، عشان هي دي اللي بتيلور حكايه كل بيشنت عن التاني. يعني لما يبقى عندي فالو هنسمع في المانجمنت مثلا المره الجايه مع حد، ما هنسمع ان في باليتيف سيرجري تتعمل الاول، في عيان تاني يروح للتوتال ريبير، وفي عيان لا ما ينفعش ان احنا نعمله. فكل عيان تترولوجي فالو هو حدوته لوحده، مش من الاربعه دول. الاربعه دول موجودين فيهم كلهم. امال ايه اللي هيخلينا نفكر في كل عيان بطريقه مختلفه؟ هي الاديشنال ايجنت. ساعتها تسال نفسك بقى انا محتاج ام ار اي، انا محتاج سي تي، انا محتاج قسطره للعيان ده ولا لا، علشان اجاوب على السؤال اللي باقي عندي. طب هما ايه التشيك ليست اللي في دماغك لما حد يقول لك انا عندي حاله تترولوجي فالو؟ هو لازم يجاوب لك على ده. هما خمسه. هو لازم يقول لك هو عنده اديشنال بي اس ديز ولا لا. اديشنال عشان انا عندي بي اس دي اللي هو الكبير اللي احنا قلنا عليه اللي هو اوفر رايدنج الاورطه اللي هو ده. هل انا عندي اديشنال او اديشنال ماسكولار بي اس دي؟ عشان ده لازم يجاوب لك على السؤال ده باه او لا. لازم يقول لك الكوروناري اناتومي بتاعته اخبارها ايه اللي موجوده فيها. لازم يقول لك الليفل بتاع الار في تيوب استراكشن ده هو فين. ينفع يكون موجود سب فالفر بقى مرت موردكم الكونال سيبتم راح رازق في الول، بس ممكن كمان يبقى عند الفالف، ممكن كمان يبقى فوق الفالف، ممكن يبقى في البريفرال بتاعه البلمونريز اللي موجوده. انت محتاج تعرف المعلومات دي. يعني انت قبل ما تدخل قبل ما تعرض عينك للجراحه لازم تبقى انت عارف الليفل بتاع الار بي تيوب استراكشن ده موجود فين. محتاج تقول لي البلمونري ارتري برانشز دول السايز بتاعهم قد ايه، وهل هم فيهم استنوز، هل هم موجودين اصلا، هل هم اتنين يعني انت شايف البي اي وار بي اي ولا لا، هل العيان ده ميلي البلاد سبلاي بتاعه طالع من الار بي ولا هو كمان معتمد على other sources زي الدكت والمبكس الموجودين فيهم. اللي تشيك ليست دي لازم تبقى في دماغك. اتجاوبت بالايكو خير وبركه، لان الايكو ده البيزك. عندك كويتشن مارك يبقى انت محتاج another modality على حسب المكان اللي انت موجود فيه وعلى حسب الاكسبرتيز. والتترولوجي فالو مر بمراحل
يعني ايفولفنج كتير للدايجنوزيس. يعني مثلا كان بيتعمل من 20 سنه ما بقاش بيتعمل دلوقتي علشان التكنيكس اختلفت، لكن هي نفس الاسئله كان بيتجاوب عليها. فهمني اقصد ازاي؟ طيب احنا قلنا اديشنال بي اس دي اللي موجود عندنا، فقلت لكم ده بي اس دي هو ده البي اس دي، مفيش فالو ما عندوش البي اس دي ده اللي هو موجود عندنا في المنطقه دي تحت الاورطه، في اوفررايدنج للاورطه، في انتيريور كيفاليك ديفيشن للكونال سيستم، فده ده بي اس دي اللي موجود عندنا وده اللي احنا بنشوفه. طيب البي اس دي ده يوجوالي في تيتروجي فالو، انتوا المفروض تكونوا سمعتوا محاضرات البي اس دي، فحتى مش بقتنع ان دي حاجه اسمها سبورتك بي اس دي عشان هو ده مش طيب، لكن ده مكان. فاحنا ككارديولوجي احنا بنشوفه سبورتك بي اس دي، بس هو مش الطيب بتاع سبورتك بي اس دي، هو مكانه. فمفيش بي اس دي اسمه سبورتك، بس هو مكانه، هو موجود تحت الاورت. السبورتك ده هنا يطلع ايه 75 85 من التيتروجي فالو بري ممبرنس. يعني ايه بري ممبرنس بي اس دي؟ يعني ايه اللي بين ايه وايه مش موجود؟ ان في كونتينيتي بين الاورطه والترايكازم. 80-75% من حاله التيتروجي فالو اللي هتشوفها هو ده البي اس دي اللي موجود فيها. الحته دي عباره عن الشورت اكسس، بتيجي في الاطفال، بتيجي في الكبار، بتيجي في كل حاجه الموجوده فيها. فانا لو لقيت ان مفيش كونتينيتي بين، ان في كونتينيتي اقصد بين الاورطه والترايكازم، ده اسمه ايه؟ بريمبرنس. ولو لقيت ان مفيش كونتينيتي بين الاورطه والبلمونري، يعني ده مش موجود، يبقى ده اسمها ايه؟ سبارتيريور دبلي كوميتد، سميه زي ما انت عايز. طب لو لقيت ان الحته دي موجوده والحته دي موجوده والفي دي في النص، اسمه ايه؟ اوتلت ماسك. يبقى الثلاثه ممكن يكونوا موجودين في البي اس دي، بس اشهرهم على الاطلاق لو احنا بنتعلم اون بيزك ليفل، لو انت مش عارف قوي تشوف، هو غالبا بري ممبرنس بنسبه 80% هيبقى صح اللي انت بتقوله. ده عيان هو اكشولي جاي من الاول للاخر. يمكن حاتم يحب يقول لنا ان النوع ده تحب ان انت ان احنا نقول لك ان ده موجود، صح يا حاتم؟ عشان ليه امبليكيشن في الجراحه يمكن نتكلم عليها المره الجايه، بس هو يحب يعرف ان البي اس دي واخد وصل لحد البلمونري عشان ده ليه سيرجيكال امبليكيشن بعد كده. ده نوع، بس ده نوع مش كومن يعني انك انت تشوفه. طيب فاكرين لما وريتكم كده لوب بتاع الكارديولوجيست واخده من الاول للاخر كده عمال يمشي فيه، وقلت لكم ان هو بيتاكل السيبتوم، بتلاقي حاجات زي كده، تلاقيه بقى زي اللوب اللي انا قلت لكم بالاول، انه يرجع لقدام ويرجع لورا، حاول يعمل سويب للسبتم. هو بيدور على ايه؟ هو بيدور على اذر بي اس ديز، زي مثلا اللون اللي احنا شايفينه ده، شايفين الالوان اللي معديه دي، في حاجه رايحه من الشمال لليمين. طب هي دي بي اس دي؟ طب ما احنا عندنا هايبرتروفايد ار بي، قد تكون دي كرابس موجوده فيها. ايه الموضوع؟ ليه صعب ان احنا نشوف، يعني هو ليه صعب قبل ما اوري الايكو، ليه صعب ان احنا نشوف الاذر بي اس ديز؟ السؤال ده سالناه 100 مره، فانا هجاوبه عشان عارفه انكم عارفينه، فانا مش هديكم ده. هو عشان ايكولايزيشن البريجر اللي احنا قلناها في الاول. ايوه سلام حاجات ثانيه، ايكولايزيشن البريجر. فالبي اس ديز اللي موجوده هي بي اس دي صغيره، انت بتعتمد على الفلو اللي معدي، لكن هي اكشولي هي مستسهله ومعديه في الكبير، فهي بتبقى مش فانكشنينج ساعتها، فمفيش فلو، فتكون بي مسد. هي بتتشاف اناتوميكال انك تشوف كلير كات موجوده فيها. عشان كده نرجع للاول اللي شاف التيتروجي فالو وهو بيبي، ان يشوف البي اس دي، بس لو شفناه بعد سنين مش هنعرف نشوف ده. شوفوا مثلا هنا ده سكريننج عادي للسبتم، هو عمال يروح ويجي، فهيئ له ان هو شايف عند الايبكس لون بيعدي كده، شايفين حاجه كده مش متاكد منها، لكن هو متاكد ان عنده بري ممبرنس بي اس دي. طيب عمل ايه؟ راح واخد ايبيكال فيو، يعني انا ما اعرفش اسم الفيو اللي خده ده ايه، مش ايبيكال 4 مش ايبيكال 5، لكن هو مشي ورا الحته اللي هو دور عليها لغايه ما لقى الديفكت ده. شايفين هو شاف ان في هنا ديفكت، وديفكت كبير، بس ده مش يوجوال فيو، مش كده؟ ده هو عشان بيدور عليه لقاه. انتوا فاهمين اقصد ازاي؟ لكن هي في معدل ذلك كانت هتعدي عليه، حط عليه كرر، مش بس ده محتاج حد يكون بيدور عليه عشان يعمل سويب للسبتم، ده محتاج حد يكون اكوجينيك عشان نطلع الداتا دي، محتاج ان احنا نكون عارفين ان احنا احتمال يبقى في بي ديز احنا مش شفناهاش. بصوا كده على ايبيكال 4 اللي موجود في الاول، كانت تعدي مش كده؟
يعني مش بالوضوح اللي احنا شفناه في الاتيبيكال فيو. غالبا كلنا هنجيب ايبيكال 4 ده، ويمكن ده كمان بيدور بيطلع وينزل، بس انت لو جبت ايبيكال 4 وقفلت ايديك هتعدي عليه كويس، مش عشان انت ما بتعرفش تشوفها، بس علشان زي ما قلت لكم هي مش فانكشنينج لايك ذا اذر بيديز اللي انت متعود عليه. طيب احنا فهمنا كده ايه هو ليه سهل ان احنا ما نشوفهاش كويس، عشان احنا عندنا بي دي كبير ستيل للبلاك. طيب ليه مهم ان احنا نعرفها؟ ما عادي ما بيخرجوا بريزيدوال بي اس دي والعيان بيعيشوا ويبقى كويس اه يعني عادي بيخرجوا، يمكن يبقى في ريزيدوال بي اس دي اكبر من ده. هو انت هتصلح تترولوجي اقفله مش كده، انت هتشيل الاوبستراكشن وتقفل البي اس دي صح اللي انت شايفه. فالعيان اللي كان عنده سينوزس اللي كان البي كي اس بتاعته اقل من واحد، انت بس مش هتخليها واحد، انت هتخليها مثلا 1.3 1.2 عشان انت ناسي البي اس دي هات دي اللي هتبدا تشتغل. فالعيان ده هو ما تعودش على اوفر فلو للبلمونري، فالعيان ده هيستك في الرعايه ومش هيعرف يفصله لان اللنج هتبقى فيها اوفر فلو. عشان كده على قد ما البي اس دي صعبه انها تتشاف، على قد ما ليها فيري امبورتنت كلينيكال امبليكيشن على العيان ده في المفروض الباث واي بتاعه هيمشي ازاي. فالبي اس دي صعبه انها تتشاف، ولو هي موجوده وانت ما شفتهاش وهي clinical significance العيان مش هيعدي، لان هو اللنج بتاعته مش متعوده ان هي تبقى flooded. ده احنا بنعاني لما التترولوجي فالو يتصلح يبقى البي كي اس بتاعته واحد، اللنج بتعاني ان رايح لها فلو هي مش متعوده عليه. طيب يبقى احنا عرفنا ان في additional بي اس دي. طب هي نسبتها قد ايه؟ 30%، يعني كل 10 عيانين هتشوفهم انت عندك 3 عيانين هم عندهم additional بي اس دي. It's very common في التترولوجي فالو، هي صعبه انها تتشاف، فمحتاجه ان هي تكيب ان مايند تدور عليها عشان تشوفها. محتاجه انك تبقى انت عارف ان انت دي نقطه، سواء انت جراح او كارديولوجيست، دي نقطه محتاجه انك تجاوبها بالنفي او بالاثبات كاول حاجه من الاديشنال. طيب ايه الموداليتي اللي كانوا بيستخدموها زمان؟ يعني السؤال ده موجود طول عمره. الاديشنال زمان في التريننج اللي قبل كده من 20 سنه مثلا كانت الناس بتاثر العيانين دول عشان تحقن صبغه فتشوف الصبغه بتعدي ولا لا اندر بريشر. انت كانت اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي، لا دلوقتي بقت ال سي تي هي الميثود اوف تشويس في انك انت تصور فيها. ليه السي تي مش ام ار اي؟ عشان السي تي عندها هاير سبيشال ريزولوشن. كيب ان مايند دايما اي حاجه صغيره عايز تصورها زي الكورونرز مثلا بتعمل سي تي، اي حاجه عايز تعرف عنها فانكشن او كده بتعمل ام ار اي. فالسبيشال ريزولوشن بتاعت الام ار اي كود مس البي اس دي ده، فستيل البي اس دي هي الميثود بتاعتها انك انت لو مش متاكد او انت شفت داوس ومش عارف تجيب الفيو بتاعها، فانت محتاج انك تعمل سي تي عشان تشوف السبتم كلها. ايه فايده السي تي؟ ان هي فوليوم، اتس 3 دي فوليوم، فبتقدر انك تكون اورثوجونال زي ما احنا شايفين كده. فاحنا شايفين ان البي دي موجود ابيكال وقادرين نشوف ان هو موجود انتيرير، فده ابيكال ماسكولار انتيرير. قادرين نقول للجراح هو البي دي ده موجود فين، ولو في اكتر من واحد هنشوف. طيب عشان تشوف الماسكولار بي دي احسن لك، لو انا قلت ان السي تي دي بتتعمل في كاردياك سايكل سيستوليك ودايستوليك، يبقى احسن لك تشوف سيستوليك فيز ولا دايستوليك فيز. يعني احسن لك تشوف الهارت وهو ريلاكسد ولا هو كونتراكتد. ريلاكسد ان هو انت عايز يتفرد من بعضه، لان هو لو كان ده اصغر من كده اند ديورينج سيستولي هتلاقيهم الاثنين قربوا من بعض، ولو هو اصغر من كده ممكن تمسك. فلازم نطلب السي تي. احنا هنا في اسوان بنعمل ده في الروتين، بس ممكن في براكتس في حتت تانية مختلفة لما تيجي تطلب السي تي لاي انترا كارديك ستراكشر. يعني keep it in mind مش سنترز كتير بتشتغل اي سي جي جيتد، الناس بتشتغل نون جيتد اسهل والناس متعودة على كده في البراكتس بتاعها، واحنا بنابروف ده لاي حاجه اكسترا كاردياك. يعني كاركتيشن ما يضرش، تي بي دي ما يضرش، اي حاجه بره الهارت عايز اشوف برونكاس ماشي، تشست ماشي، عشان الجيتد سي تي فيها راديشن عاليه كمان، لانك انت بتسنكرونايز ده بالهارت سايكل، فدي فيها نسبه راديشن اعلى من النون جيتد ويتش از ترو. عايز تشوف اي حاجه جوه الهارت اكتب جيتد سي تي. البراكتس ده زي ما قلت لكم في الاكاديميك هوسبيتالز والناس اللي بتشتغل في كونجنتال هارت سيز ده جوز وزاوت سينج، بس ممكن لو انت بتشتغل في مكان جنرال اكتر من هنا هتجيلك السي تي مش جيتد ومش هتعرف، بالعكس هيبقى فيها ارتفاكتس هتضلك. فكيب ات ان مايند لو انت عايز تعمل ده اطلب دايما جيتد اي سي جي، وزي ما قلنا
دايما اطلب ان انت تشوف ده during the systolic phase عشان تقدر تعرف. واضحه كده نقطه الاديشنال بي ديز اهميتها، صعبه انها تتشاف، لازم تكيب الماي، مش هتشوفها لو انت مش بتدور عليها، مهمه او مهمه جدا وممكن تغير مسار العمليه. لو انا مش متاكد 100% يعني ينفع بالسويب اللي احنا عملناه ابقى متاكد، مش محتاج سي تي بالذات سن اصغر مع اكسبرت هاندز. لو انا مش متاكد مش عارفه اجاوب السؤال، كيب لو بروفايل، اعمل سي تي للعيان بتاعك عشان تشوفها، وزي ما قلنا اطلبها دايما جدا. طيب الكرونري انوماليز الموجوده فيها، طيب خليني اقول ان حوالي 40% من التروجي فالو برضو نسبتها كتيره عندهم انومالي موجود في الكورونري. اشهر انوماليز احنا كتبنا بيبر هنا من اسوان، واعتقد انها اتنشرت من سنتين او حاجه، في انوماليز كتير في الكورونري، لكن مش مهم هي ايه دلوقتي، الانترست ممكن يشوف البيبر. لكن اهم حاجه اللي ليها امباكت على السيرجري ان احنا عندنا ار في تيوب استراكشن، مش كده؟ اي كورونري معدي في الحته اللي الجراح هيفتح فيها في الحته دي، مفروض نورمالي ان مفيش كورونري معدي في الحته دي، مفيش سيجنيفيكانت كورونري، مش بخلينا نقول ممكن يكون راح لها برانش او اي حاجه، لكن مفيش سيجنيفيكانت كورونري معدي في الحته دي. لو في اي كورونري معدي في الحته اللي هو هيشتغل فيها، ما لحد دلوقتي حد بيقول ما ينفعش يقص الكورونري ويلزقوها، مش عارفه ليه بيقص كل حاجه ويلزقوها، لكن لحد دلوقتي الكورونري ما بتتقصش وتتلزق، بس عملناها مره. يعني خلينا نقول ان هو مش براكتس مستحب ان هم يقطعوا لنا الكورونري، فاحنا لازم نغير، لازم نقول النوت دي. طب الكلام ده بيحصل كتير في 40% من حالتك، تاني لو 10 عيانين 4 منهم عندهم ده. طيب ايه اللي يهمنا او ايه اللي احنا متوقعينه؟ يا اما المفروض يمكن احسن مره جايه اجيب رسمه نورمال ونعملها، ممكن اشوف انا ايه اللي يعني. لو هنا مثلا انت متوقع ان في نورمال بس التتروج فالو مش نورمال ومعاه سن الديكستروتيشن، بس خلينا نقول سموير هنا مفروض يطلع ال LED والسي اكس، وسموير هنا مفروض يطلع ال RCA. بداية السي اكس مش معنا خالص، مش كده؟ مفيش سي اكس هيجي يلف من قدام خلاص، في السي اكس مش في حساباتنا اساسا. سي اكس غالبا يا طالع من مكانه هنا يا ما طالع من ال RCA ريترو اورتك، صح؟ هو مش هيعدي في الحتة دي. اللي هيعدي في الحته دي ايه؟ يا اما ار سي اي طالع من هنا من ال LED، يا اما ال LED طالع من الناحيه الثانيه، صح؟ يبقى انا بدور على اي كرونري في المصل هنا، يبقى فاهمين انا اقصد ازاي؟ انا ما بدورش على سي اكس، انا بدور على ال LED طالع ابنورمال من ال ار سي سي، او العكس ان ال ار سي اي هو اللي طالع ابنورمال من ال LED. خلاص؟ دي فيوهات الايكو اللي ما بتشتغلش. طيب غالبا ده المكان، وده غالبا دي تكست بوك، يعني احنا كنا فرحانين واحنا جايبينها، فكنا يعني ايه عاملنا. انت هتدور في المكان ده زي ما قلت لك، انت هتدور في المكان ده، ادي الاورطه اهو، وادي عندنا الار بي او تي، وهتحط كلر وتقلل النيكوست ليميت بتاعك، فانت لاقي حاجه خارجه من هنا هي المفروض تمشي كده وكده، صح؟ المفروض سي اكس نازل لهنا والال اي دي، وما انت لقيت في كلر احمر معدي الناحيه دي، ده غالبا ايه؟ غالبا ايه؟ ار سي اي طالع من ابنورمال، زي ما قلت لك انت بتدور على ار سي اي ابنورمال او ال اي دي ابنورمال، حد معدي من قدامها يعني. طيب فبيبقى عندنا هنا بنكيب ات مايند ان احنا عندنا هاي سسبيشس اباوت الابنورمال كورونريز الموجوده دي. برضو ده فيو مره ثانيه، ده فيو مره ثانيه بيورينا برضو ان في ابنورمال فلو معدي فيها، بس استل زي ما قلنا كلكم اوير بالادلت ان احنا بنصور الادلت سي تي، برضو استل عندنا السي تي هي الايمجنج اوف موداليتي حتى للاطفال. خليني اقول هنا جات لنا اسئله كتيره، الاطفال ما بنقللش يوم الهارت ريت، عشان ناس كتيره سالت ما بنقللش للاطفال الهارت ريت، عن عمرنا ما هنوصل طفل ل 60، الكلام ده براكتس ادلت، ان احنا ندي بيتا بلوكر، لكن مفيش عيان مفيش طفل بيتحضر، هتصور الطفل زي ما هو، والكورونرز بتاعته غالبا هتبقى انفورماتيف، يعني هتشوف الاوريجن على قد الاوريجن بتاعها، وتشوف البسل ماشي فين. هي السي تي بتتقري كده، بس احنا كمان ممكن نعمل بي سي تي حاجه لطيفه قوي اسمها 3 دي ريكونستراكشن، فانت بتبقى قادر تشوف هو البسل بتاعك معدي فين، وزي ما قلنا هي الحته اللي بندور عليها ان هو يكون معدي من قدام الار بي تي. يوجوالي
البيدياتر كارديولوجيست الشاطر بيدي some insights about it, بس if you have any doubts keep it low profile. دي تاني مره نقول ان السي تي مهم, صح؟ احنا قلنا في الاديشنال بي دي استخدمنا سي تي, قلنا لو عندنا سؤال حوالي في 4 عيانين من العشرة اللي هتشوفهم هيبقى عندك بوست فايندنج لده. فانت لو عندك ده يبقى احنا محتاجين نعمل سي تي از ماست هاف لو انت عندك اي داوتس اباوت ذا كراش, لو فا مش قليل. زي ما قلنا المحاضره الجايه هنقول ان احنا لما بيبقى في كرونري سواء ال اي دي او ار سي اي معديين من قدامها بنغير البلان بتاعه العيان ده لحاجه ثانيه. لحد دلوقتي واضحه كده؟ يبقى احنا قلنا اديشنال بي دي, قلنا كرونري انوملس, هنتكلم بقى على الليفل بتاع الار بي تي اوبستراكشن, كويس؟ ودي حاجه برضو احب ان انا اشوفها في الريبورتس. يعني انا ما بنقرا الريبورتس للفالو, احب ان انا اعرف الليفل بتاع الاوبستراكشن. لو انت شايفه بالايكو شايفه فين, شايفه انفانديبولر, الانفانديبولر ده جاي منين؟ الكونال سيبتم اللي كان موجود راح قفل على هنا. امتى ما يكونش عندي كونر سيبتم فانا نعمل بي اس دي؟ 37. برافو ميلال. مارفي سنة ده دم منتقبات فانا مش عارفه ايه. شاطره. لو كونر سيبتم ده مش موجود مش هيبقى عندي ده, بس ويتش ايه زي ما احنا قلنا اتس نوت كومن. كومن ان كونر سيبتم موجود فيكون عندك انفانديبولار اوبستراكشن وتشوفه اللي موجود عندك. نبدا بقى في الثلاثه. السوبرافالفولر مش كومن قوي في الـ في الـ في التتروجي فالو اكشوالي, يمكن نونان اكتر او الويليامز او واتيفر, لكن ات هابنت, لكن هي مش فريكوينت. لكن اللي هتشوفه ان بسب فالفولر وفالفولر. تفرق ايه بقى في الفالف؟ يفرق ان كل الفالفز هتبقى ستينوتك, يعني هتلاقي دومد وثيكند باي كاسبت بالمونري. لكن يهمني انك تقول لي الانيولس بتاعته كويسه ولا لا. ليه؟ عشان زي ما هنسمع المره الجايه هو ينفع ان احنا نستخدم الفالف ده لنسيبه هو الفالف بتاعه, نوسعه زي كانه عنده بي اس ونعمل ريسكشن اللي تحت ونسيبه له. وهنفهم الامباكت بتاع ان دي خطوه افضل جدا للعيان انه يخرج ببريزرفد بالمونري, بريزرفد نيتف بالمونري لو ينفع. لكن لو الانيولس بتاعته صغيره قوي انت لازم تقول لي برضو ان الانيولس بتاعته صغيره. انا عارفه ان الفالف هيبقى شكله وحش, ان الفالف تيكند ودومد وبايكاسبد, لكن احب اعرف هو الانيولس بتاعته قد ايه. طيب الكلام ده قد ايه نقدر نشوفه بالايكو؟ هنشوف حاجه زي كده. ده طفل بدايه, طبعا ده مش حد كبير عشان ده سب كوستال فيو, فهم قادرين يشوفوا ايه؟ قادرين يشوفوا ده الفالو فيو. فقدرنا نشوف هنا ان في سم اوبستراكشن هنا. حد قادر يقول لي الاوبستراكشن ده الليفل بتاعه هو؟ لا هو يعني ليه مره واحده وخلاص وقفشنا بعد كده بقى خلاص هو صبر ماشي. يعني احنا شفناه صدقوني وكان صبر. هنبص بسرعه عشان احنا عندنا مشاكل تقنيه. هنا ايه يا شباب؟ نحط كلر. ده ميلي بالبلر. ينفع كمان ان احنا نشوف الجريدينت اخباره ايه, صح؟ اللي هو ده لو لقيناه بالمنظر ده يبقى ايه ميلي؟ لو لقينا البيك بالبلر, ولو لقينا سب لو لقينا الاثنين انفانديبلر وبالبلر هلاقي ازاي؟ هلاقي تو جاتس موجودين فيها, حاجه هنا وحاجه هنا. طيب يبقى احنا على قد ما شفنا ده واضح بالايكو. طيب ولو شفنا حاله زي دي عيانه ادلت طبعا فلو, جبنا جريدينت 80 سام وير في الحته دي, حد قادر يقول سوبرا بالبلر؟ سمعت ايه تاني؟ صح. وبالبولر ممكن. شايفين احنا انكلير اباوت ذا بيشنت, صح؟ دي واحده من عيننا. قلنا نعمل ايه؟ سي تي عشان سبيشال ريزولوشن. تالت مره بنقول السي تي بري اوبرتيف اهو. قمنا لقينا المنظر ده, لقينا ايه؟ ده هي دي نفس اللي احنا كنا شايفينها. قمنا لقينا ايه؟ شايفين الانفانديبولر عامل ازاي؟ شايفين البالب عامل ازاي؟ ده كان خبر سعيد للناس كلها. فمن يقصد ايه؟ يعني على قد ما احنا كنا تايهين هنا وسمعت السوبرا وصب وفالفولر وكومبايند وبتاع, بس انا هنا سمعت ان كل الناس قالت ان الفالف كويس وان هي ميلي انفانديبولر, صح؟ شايفين الفرق ما بين السي تي؟ برضه نفس الكلام لما تبقى مش متاكد
keep it low profile ان بالمره ما احنا ايه عملنا هنعمل سي تي عشان نشوف الانفيرديبر بس هنبص على الكورونري ونبص على البيز دي فواضح ان السي تي كسبانه معانا حبه كويسه في الاختيار. خلاص فهمناها كده يبقى level of obstruction انا متوقع ان يكون انفيرديبولر متوقع ان يكون فالفولر. احب ان انا ابدا اشوف في تقاريركم قياسات الانيولس قد ايه وات ايفر الفالف شكله. طيب احنا كده خلصنا اربعه وكانت معانا احنا خلصنا ثلاثه وكانت معانا السي تي صح ما قلناش حاجه ثانيه ده في الكرنت ايرا زمان ما كناش بنعمل كده بس دلوقتي اديشنال بي دي اس اس تي كورونري انوماليز اديشنال بي دي 30% من العيانين 40% من الكورونريز ان احنا يكون عندنا ليفل اوبستراكشن ده في 100% منهم كلهم عندهم كده محتاج تقول الليفل اوبستراكشن فين ومعانا لحد دلوقتي السي تي صح. طيب هندخل في البرانشز بتاعه البالمونري. طيب دي صوره شايفين فيها ايه شايفين فيها بي دي مش كده نوعه ايه بي دي بسرعه عشان ما يقع بريمامرا ساجمنت. طيب والليفل اوبستراكشن انفنديبولار والفالب الانيلس بتاعته مور ليس كويسه. البرانشز بقى اخبارها ايه احنا شايفين ايه ار بي اي كويس ال بي اي في الغياب بالظبط صح صح انا مش قادره اقول هو موجود ولا لا. احنا مش من السنترز اللي بتستخدم دي بس في ناس كتير بتستخدم المجهون ريشو احنا مش من السنترز اللي بنعملها لكن هي فكرتها ايه فكرتها الفلو اللي وفي ريشو ثانيه بس يمكن اشهرهم على الاطلاق هي مجهون ريشو. هي فكرتها ايه فكرتها والفلو اللي بيعدي في الاورطة ينفع يروح للال بي اي والار بي اي مع بعض ولا لا بيفور ذا بايفوركيشن. لذلك هما بيقولوا ان الريشيو ده لما تجمع الال بي اي والار بي اي المفروض تكون تقسمهم على سن الجاورته ديفريم يبقوا اكتر من 2 ده نورمال علشان يبقوا هما مجموعهم الاثنين اكبر من الاورطه. طيب من 1.5 ل 2 دي معناها ان هما مودريت اقل من 8/10 دي ناديكوت بس احنا مش بنستخدم الطريقه دي ممكن في ناس ثانيه بتستخدمها لكن كيف تمايل انت فاهم الفكره عند الجراحين عندنا هنا بيقيسوا بنفسهم بيدخلوا هجر ويقيسوا بنفسهم في العمليات فبيقدروا يعملوا للبادي ماس اندكس بتاعت البيشنت فهم مش محتاجين ده. طيب احنا كنا في الحاله دي اللي موجوده قلنا ان احنا هنا شايفينه ومش شايفين ال بي اي اخباره ايه كويس احنا شايفينه هو موجود بس مش متاكدين قوي اخباره ايه نعمل ايه سي تي. معانا الرابع حاجه ان احنا معانا سي تي ام سي تي ورتنا كده ان احنا اكتشفنا ان عنده ايه عنده ايه اوريجين او اوستيال ال بي اس تي نوزس موجود هنا وقدرنا نقيسه وناخده بالدايمتر ونقيسه ده. احنا اكتر بنقيس ونعمل الزي سكور يعني معظم البيشنتس احنا بنروح للزي سكور اللي هو يبقى من ماينس 2 لبوزيتيف 2 ونعمله. طيب نرجع للعيان الاولاني اللي احنا لقينا فيه ده لقينا عندنا ار بي اي واضح ومش متاكدين من ال بي اي هنعمل ايه احنا قلنا من شويه بنعمل ايه لما ما بنشوفش ال بي اي هنعمل سي تي. طيب احنا في المره اللي فاتت شفنا اللي هو العيان ده لقيناه اوستيال ستينوزس صح وقلنا للجراح وهنشوف هنعمل ايه ومن المره دي لقيناه كده ده السي تي لقينا ار بي اي وما لقيناش ال بي اي سمعت ابسنت ال بي اي مش هنقول عليه ابسنت بعد كده السي تي مش هي الموداليتي اللي تقول عليه ابسنت. ولما عملت 3 دي ريكونستراكشن بتاعي عشان ادور عليه قمت لقيت ان انا عندي ده من ظهر العيان قمت انا لقيت عندي ان في ار بي اي كبير اهو رايح للنج وان الليفت لنج دي مش رايح لها اي حاجه كويس وما نعمل ايه في الخطوه دي ماشي برافو. يبقى احنا هنا ما نطلعش تقاريرنا بتاعت السي تي ابسنت اسمه انفيجوالايزد انا ما لقيتش صبغ عليه. طب حد يقول لي كده الليفت لانج دي عايشه ازاي عايشه ايه شاطرين احنا سالنا الاسئله دي كتير احنا المفروض نغير الاسئله مش كده سبلاي بتاعها هي المين بالمونري ارتري والال بي والار بي اس فور اوكسجينيشن مش فور سبلاي لللانج شاطرين فهي عشان كده هي عايشه عشان هي ده مش المين سبلاي بتاعها لكن الاكسجينيشن بتاع الولد ده هذا. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده ما ينفعش نوقف عند كده احنا لحد دلوقتي قلنا اربعه اديشنال ليجن من الخمسه كسبانه معانا السي تي ما قلناش اي موداليتي ثاني وعلى فكره هي نفس السي تي ما انت لما تعمل السي تي عشان سب ار في جي اوبستراكشن هتبص على الكورونري وتبص على البي دي ببص على الباقي فانا اقصد ان السي تي اتس ده موداليتي انك تجاوب على
التتراجي فالو لو انت شاكك فيه. طيب نيجي عند هنا عند الابسنت ال بي اي او الابسنت ار بي اي، ما ينفعش نوقف عند الخطوه دي. ليه؟ زي ما احنا قلنا لكم ان ال ال بي اي والار بي اي بيساعدوا في الفنتيليشن والبرفيوجن، العيان ده يبقى ينفع اصلح على على ينفع اصلح على 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 بالمونري ارتري واحد. اه ينفع، اه سنجل لونج بيجي منه، بس ده مش مش الاوبتيمم بتاع العيان ده. فانا المفروض ان انا انفست ان العيان ده لو عنده اذر سنترال بالمونري ارتري ان انا اشوفه وان انا اكبره. بيكبره اه بيكبر. طب ايه الموداليتي اللي بعد كده اللي احنا بنعملها لما الاقي امبيجولايز بالمونري ارتري؟ اعمل ايه؟ اعمل قسطره اللي هي الموجوده فيها عشان اعرف هو موجود ولا مش موجود. اللي بنعملها حاجه اسمها بالمونري فينس ويتش، ان هما بيدخلوا بالقسطره من الفيمورال بين يعدوا على الرايت اتريوم يخرموا السبتم او يعدوا من البي 4 ويروحوا ناحيه البلمونري فين الليفت ويبداوا يدخلوا في كل واحد فيهم يحقنوا. احنا هنشوف از يعني هو حقن هنا، فاحنا شفنا ريتروجريد فيلنج اللي هو ده في الايه ان في فيسل موجود، نصوره ونشوفه ونشوف قد ايه الديستانس بتاعته من الهايلم وهل اتس وورث ان احنا ننفست فيه ان احنا نرجع ده للسيركوليشن ولا هتبقى تو هازرد. بس دي معلومه مفيش حاجه بتقولها لنا غير القسطره، مش حاجه لحد دلوقتي في الاره اللي احنا فيها مش حاجه بتقول لنا غير القسطره. يبقى انا هعمل سي تي عشان اشوف البرانشز بتاعت البلمونري ارتري، لو لقيت اوستيال سينوزس، لو لقيت كينك، لو لقيت فولدنج، لو لقيت انيوريزم هعرف اشوفه بالسي تي. ما شفتش واحد منهم ما اسموش ابسن، اسمه امفيجوالايز. وينفع ونعمل قسطره، نعمل بالمونري فينس ويدج انجكشن. زي ما قلت انت ما بتبصش على الصبغه وهي بتتحقن، انت بتبص على الصبغه وهي بترجع عشان تشوف في خيال ارتري هيتملي ريتروجريد فيلنج ولا لا. السؤال بتاع البالمونري ارتريز ينفع يتجاوب عليه نون جيتد سي تي، بس هو اتس نوت وايز انك انت عشان سؤالك ده فتعملها نون جيتد. اي تتروجي فالو فاهمني اقصد ازاي؟ تتروجي فالو بتتعمل جيتد عشان انت مش بتبص على حاجه اخرى، لكن البالمونري ارتريز من الحاجات اللي مش هتتاثر بالجيتنج يعني. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، في موضوع احب انكم تعرفوه اسمه ده منظره اسمه ايه؟ الصوره دي لما تشوفوها ايه الصوره اللي انا شايفاها فيها؟ في انيوريزم الدايليتد ال بي اي وار بي اي. احنا لسه من شويه كنا بنقول ان التتراجي فالو عندهم بالمونري فلو قليل، امال ده ايه؟ ده نوع بكيولر اسمه ايه؟ ابسن بالمونري فالف. احنا بنقول عليه ابسن بالمونري كاسبس عشان انتوا بتتلخبطوا ما بين ابسن بالمونري فالف وبالمونري اتريزيا. هو الانيولس موجوده، هو ايه اللي ما اتخلقش في العيان ده؟ الكاسبس بتاعته ما اتخلقتش. هو عنده انيولس، الانيولس دي عليها استينوزس بتبقى بروتكتد لللنج، اللنج دي ما بتبقاش هايبرتنسيف، بيبقى عليها سيجنيفيكانت استينوزس وسيجنيفيكانت ريجر. بس هما ليهم كاركترستيك فيتشر كده ان هما عندهم انيوريزما ديليتد بالمونري ارتريز لدرجه ان ممكن يكون الفيرست برزنتيشن بتاعتهم هو كومبريشن على الايرويز. فاهمني اقصد ازاي؟ فدي حاجه محتاجين ان احنا نشوفها ونبقى عارفينها يعني. وطبعا السي تي از موداليتي انك تشوف بيها ايرويز دايما هتساعدك في كيبه المايند، مش كومن لكن موجود يعني. طيب احنا كده في الاديشنال ليجنز وقلنا اربع حاجات موجودين اديشنال في اس دي، كورونري انوماليز، ليفل اوف اوبستراكشن، بالمونري برانشز. السورس بتاع البالمونري بلاد سبلاي غالبا بتفكر فيه امتى؟ امتى فكر العيان بتاع التتروجي فالو ده عنده انذر سورس للبالمونري بلاد سبلاي؟ امتى فكر في ده؟ ماشي بالمونري اتريزيا ده موضوع تاني، بس انت تقصدي ان عيان تتروجي فالو عنده ان اكسبكتد هاي ساتوريشن. يعني لو عيان انا شايف فيه بالايكو الاربع كرايتيريا اللي موجودين عندنا والساتوريشن بتاعه 90، هو جاي له بالمونري بلاد سبلاي من حته ثانيه او العيان بريزنت بارت فيلير. برافو عليك، ده اللي احنا قلناه في الاول. يبقى احنا عندنا ان الكونديشن الموجوده كلينيكالي قدامي مش ماشيه معايا. طيب الايكو هيجيب لنا الصوره دي عباره عن ايه؟ ده الارش، احنا موجودين سوبرا ستيرنال، سوبرا ستيرنال حاطين النوب فوق، وده الاسندنج اورتا وده الديسندنج اورتا. الديسندنج اورتا خارج منه شويه حاجات، ده اقصى حاجه الايكو يقدر يجيبها ان ذا بيست هاندز كمان. يعني اللي هو هو انا من الديسندنج اورتا خارج من عندي الوان رايحه سام وير في الميدياستايك. اول ما اشوف ده يبقى انا عندي كلينيكال سسبيشس اللي موجوده عندي. انا عملت ايه؟ انا لقيت ساتوريشن مش اكسبليند، او لقيت العيان بريزنتد بكونجستيف هارت فيلير اللي موجود عندنا.
وحطيت البروب عملت كده. مش الميثود الكروس ايمجنج اللي هحتاجها ايه؟ سي تي. خلاص السي تي كسبت معايا، يبقى بري اوبرتيف. بري اوبرتيف الموجوده عندنا هتعمل زي ما قلت لكم، ده ان ذا بيست هاندز. هتلاقي عندنا القرش منظره كده، هتحاول انك تجيب برضو. شايفين دي فيوهات مختلفه، ايه اللي طالع من ده. طيب السي تي بتفيدنا في ايه؟ ان احنا عندنا ديفرنت، دي بقى الديفرنت مورفولوجي بتاعه المركز. اي حاجه اي حاجه خارجه من الاورطه هنقدر نشوفها. شايفين الفرق ما بين دي ودي؟ يعني مش قادرين نشوف هنا في حاجه خارجه من الدسنج اورطه، صح؟ وفي حاجات صغيره هنا خارجه من الدسنج اورطه، فاحنا بنحقن ونعمل. طيب شايفين هنا؟ ايه رايكم؟ عباره عن بسل خارج من الدسنج اورطه ورايح لللنج، صح؟ ومدي اللور لوب من اللي موجود عندنا. شايفين هنا؟ ده عباره عن ايه؟ ده القرش وطلع من السب كليبيان ورايحه هنا ورايحه للبلمونري ارتريس في حد ذاتهم، فهي اللي بتسبلاي ليو. طيب هي ايه اللخبطه دي؟ طيب خلينا نقول ان البلمونري بلاد سبلاي الموجود في التيتروجي فالو هو حاجه من الاثنين، يا اما دكت، واحنا عارفين مكان الدكت عند الازمس في اخر القرش موجوده منها غالبا. لو انت عندك، لو انت ليفت سايد هتبقى ليفت سايد دكت، لو رايت سايد هتبقى رايت سايد دكت. الدكت مكانها معروف، وغالبا غالبا الدكت حاجه واحده وطلع من الدسنج اورطه، خلاص. وغالبا غالبا الدكت بتروح، او مش غالبا، هي على طول الدكت بتروح للبلمونري ارتري، كويس. طيب الكولاترال عباره عن ايه؟ هي عباره عن بسل خارجه من الاورطه رايحه لللنج او رايحه للبلمونري ارتريز. يبقى هي ممكن المبكس تبقى زيها زي الضغط تروح للبلمونري ارتريز، وممكن تروح بنفسها تسبلاي لوب من اللنج لوحدها. طيب الكولاترال دي الاوريجن بتاعها منين؟ ما بتطلعش من الاسندنج اورطه، ما بتطلعش من الاسندنج. اي حاجه طالعه من الاسندنج اورطه رايحه اللنج هي بالمونري، لكن هي مش كولاترال، يعني هي بالمونري في حد ذاته. لكن الكولاترال بتطلع منين؟ بتطلع من الاندر سيرفيس بتاع القرش، بتطلع من كل الديسندنج اورطه ثوراسيك وابدومينال، بتطلع من النيك فيسلز. عشان كده لما شفت هنا حاجه من السب كليبيان رايحه للبالمونري ما قلتش عليها دكت، قلت عليها كولاترال لان ده مكانها. طيب لما شفت حاجه طالعه من الديسندنج اورطه رايحه مديه اللنج بنفسها، ما تنفعش تكون دكت، دي تبقى كولاترالز. فاهمنا؟ صعب ان احنا نفرق ما بين الدكت والكولاترالز. لو عندي كولاترال واحده طالعه من نفس المكان قريب من الديسندنج اورطه سنه فوق او تحت ليها، لكن مالهاش سيجنفكانس. هما يعني مش محتاج تعرف ما بينهم، لكن محتاج تجمع شويه حاجات. طيب احنا لما يبقى عندنا اورتو بالمونري كولاترالز محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين نعرف السايز. ليه؟ علشان الام اللي انا حطاها في الاول دي الميجور هي بتتقال لاي كولاترال السايز بتاعها 2.5 مللي اندكس للبادي سيرفيس اريا. فاهمني اقصد ايه؟ يعني لا مش ابسولوت، هي انت تقيسها وتشوفها في الماكسيمم دايمتر بتاعها قد ايه. لو هي اكتر من 2.5 مللي اندكس للبادي سيرفيس اريا اسمها ميجور كولاترال، بنسميها ميجور. لو هي اصغر من كده بنسميها سمولش كولاترالز او مش كولاترالز. طيب انت مطلوب منك بتاع السي تي يقول لك ايه؟ يقول لك غير السايز، يقول لك الاوريجن بتاعها هي طالعه منين، ويديك اناتوميكال لاند مارك. يعني يقول لك هي طالعه مثلا من السب كليفين، هي طالعه من الديسندنج اورتا اد ليفل اوف كارين، هي طالعه من الانتيريو سيرفيس، هي طالعه من البوستيريو سيرفيس. هو محتاج يقول لك الاوريجن بتاعها طالعه منين. وما دام قلنا اوريجن يبقى محتاج يقول لك في ايه؟ انسرشن. وصلت لفين؟ وصلت لغايه اللنج، ولا هي دخلت في قلب البالمونري ارتري فهي اللي تبقى موجوده فيها. ومحتاج يقول لك هي السايز بتاعها اللي قالك عليه في الاول هو اول ذا هول واي بتاع الكولاترال، ولا فيها فوكال ستينوزس موجوده فيها. ليه؟ عشان الكولاترالز دي لو كبيره وانريستريكتيف هي هتعمل ايه؟ بالمونري هايبرتنشن. لكن لو الكولاترالز دي كبيره وفيها ستينوزس يبقى دي هتكون اللنج دي هتكون بروتكتد. فانت محتاج من ريبورت الام ار اي، ريبورت السي تي اقصد، يقول لك النوع ده عددهم عددهم من الاول انت عندك قد ايه، انت السايز بتاع كل واحده منهم قد ايه، طالعه منين، رايحه تعمل انسرشن لفين، فيها ستينوزس ولا لا. طيب يبقى سؤال
السي تي ما عرفتش تجاوب على الانفيجوالايزد ال بي اي وار بي. كمان السي تي ما تعرفش تجاوب لك على سؤال هو دول ولا سنجل بلاد سبلاي. بمعنى ايه؟ لو انا عندي كولاترالز بس وما عنديش سنترال بالمونري ارتريس خلاص دي بابكا ديبندنت بالمونري سيركيليشن وهي كولاترالز اللي بتغذي اللنج وخلصنا. لو انا عندي بالمونري ارتريس وداخل فيهم كولاترال بتغذي البالمونري ارتري يبقى خلاص عرفت ده سنجل بلاد سبلاي من من البالمونري ارتريس والمابكا هي السورس اوف سبلاي بس هي ما راحتش للهايلا. مش احنا قلنا من شويه ان المابكاس ممكن تروح للبالمونري ارتريس بس ممكن تروح لللنج بنفسها لللوبس بنفسها ساعتها ده. امال احنا بنحتار امتى؟ هي لو الدنيا ابيض واسود كده كنا استريحنا. بس هي الموست كيسز بتبقى عندها سنترال بالمونري ارتريس عنده ال بي اي وار بي اي وكمان عنده مابكاس والمابكاس دي ساعات بتبقى رايحه للبالمونري ارتريس بس ساعات كمان بتبقى رايحه كومبايند مع البالمونري ارتري رايحه لنفس اللوب. فما بقاش عارفه هو اللوب ده واخد سبلاي بتاعه بالبالمونري ارتري ولا واخد السبلاي بتاعه بالمابكاس. طب انا ليه شغله دماغي؟ عشان هو انا هدفي ان انا اقفل المابكاس دي صح؟ او انا لو قفلتها اللوب ده مش هيشتغل هيبقى امبارد. فاهماني اقصد ايه؟ ففي حاجه كده من العمليات حاتم هيبقى يقول لنا عليها يمكن في الدرس ده او درس تاني اسمها يونيفيكولايزيشن. ان انا لم الحصه دي كلها بقى هات لي كل المابكاس دي هات لي كل البالمونري ارتريس دي واعملهم هم البالمونري دي. فاهماني اقصد ايه؟ لذلك هتسمعوا ان احنا محتاجين نعرف هو اللوب اللي موجود ده سواء الاثنين بتوع الليفت او الثلاثة بتوع الرايت هو ده سنجل ولا دول بلاد سبلاي. يعني هل هو واخد من الاثنين ولا هو واخد من واحد بس؟ فاهمني اقصد ازاي؟ والسؤال ده دايما بيبقى لما يكون عندي سنترال بالمونري ارتريس ويكون عندي مابكاس معاهم. لكن لو عندي مابكاس معاهم بس ما عندي سنترال بالمونري ارتريس وده مش سؤال خلاص خلصنا هو سنجل بلاد سبلاي. فانا محتاج حقيقة السي تي مش ده ميثود ان هي تجاوب لك على ده وده سكويزنج للايميجنج تو ماتش انك تحتاج من السي تي ان هي تقول لك لو انا عندي بالمونري ارتري رايح لللنج وكولاترال رايحه لللنج ان انا اعرف هي دول ولا سنجل بلاد سبلاي. ليه؟ عشان احنا بعد الفورث سيجمنت من البالمونري ارتري يعني قول بعد ما بطلع المين وده اول برانش ودخل في قلب الهايلم هو انا ما بقدرش افرق بين السي تي في الحته دي بين بتوين البالمونري ارتري والبالمونري فين. انا شايفه شويه صبغه بس مش قادره اقول حقيقه مين فيهم ارتري وفين جوه التيشو لانج نفسها. فاهماني اقصد ايه؟ فده سكويزنج للايمج تو ماتش. اللي تقدر السي تي تقوله لك تقول لك عدد الكولاترالز الموجوده طالعين منين رايحين لفين فيهم استينوزس ولا لا السايز بتاعها في الماكسيمم دايمتر هي قد ايه دول ولا سنجل بلاد سبلاي. لما نلاقي الحاله دي احنا لازم نقصر العين لازم ندخل ونحقن في قلب الكولاترالز ونشوف هي بنفسها رايحه تديهم ولا لا. يبقى احنا هنا لحد دلوقتي قلنا في الخمسه اديشنال ليجن احتاجنا سي تي في كام واحده فيهم؟ فيهم كلهم في الخمسه كلهم. احتاجنا القسطره كم مره؟ مرتين. احتاجنا مره امتى؟ الفيجوالايز ال بي اي او الفيجوالايز ال بي اي كومن بيكون الفيجوالايز ال بي اي اكتر عشان غالبا الضغط بتقفله فبتعمل كونستركشن في الاوريجن بتاعه الاي بي اي ام الار بي اي ام فيجوالايز ام كومن. واحتجناها لما لقينا كولاترالز مع سنترال بالمونري ارتس. فاحنا محتاجين نعرف نجاوب السؤال الاخير اللي هو دول ولا سنجل بلس بلس. ليه شغلين نفسنا بكده؟ علشان في راديشن هازارد. يعني انا دايما اقول اه ماشي السي تي اتس يوسفول دلوقتي احنا بنشتغل بالارا تكنيك از يوجوال از لو از بوسيبل راديشن دوز الموجوده فيها لكن بابليكيشن مليانه هازارد اباوت راديشن دوز اند مالتيبلاي سي تي. احنا قلت لكم بنشتغل بالارا تكنيك ده ان احنا بنقلل الراديشن على قد ما نعرفها. وان سي تي سكان مش نهايه العالم لاي حد بس انت عمرك ما هتعرف العيان ده محتاج سي تي سكانز امتى قبل كده. الديشن دوز عاليه بتتاخد لذلك انا ود ان العيانين يعملوا سبيشالي لما تبقى انا انسر ذا كويتشن او انت مش عارف تجاوب الاسئله الموجوده اللي احنا قلناه الخمسه اديشنال ليجن او الخمسه تشيك ليست اللي في دماغك هتجاوب لك عليهم بجداره السي تي هتجاوب على معظم الاسئله. لو ما قدرناش ان احنا نجاوب زي عشان نرجع تاني للبوينت اللي قلتها في الاول لو ما قدرتش انك تسجل ايكو كويس للبيبي اللي انت شفته وعمره شهر في التتروجي فالو فدايما احرص على ان لو عملت له سي تي العيان ياخد السي دي بتاعه معاه عشان هو ببساطه لو راح لسنتر تاني ما شافوش السي دي هتتعاد الراديشن هازارد بتاعه. احنا المسؤولين عن ده واحنا اللي بننشر الكالشر دي. فلو العيان عمل سي تي مفيش داعي ان هو ياخد تقرير ويمشي بيها ما نديله سي دي عشان يبقى عليه نفس حاجه. وغالبا بنسبه 90%
السي تي اللي عمله عنده سنه، لو هو عنده 5 سنين غالبا الجراح مش هيطلب يعيده unless ان عنده specific question about size about حاجه حصلت. لكن الاناتومي هو هو، الكورونري لو مش معدي من قدام الار بي تي هو مش معدي. لو انا ما عنديش اديشنال بي ديز فانا ما عنديش، ممكن يبقى لي سبيسيفيك كويشنز، بس احنا هنسيف عدد كبير من العيانين ان احنا ما نعملهاش. فاسال اباوت الريديش زي ما قلت له، اباوت الانديكيشن زي ما قلت لكم، الانيشال دايجنوزس اتس ايكو، الاديشنال ليجنز كلهم كلهم المالتي سلايس سي تي طلعت الاولى فيهم، انا احتجت القسطره في حاجتين. حد واخد باله ان انا ما احتجتش الام ار اي خالص؟ هستغرب قوي لو واحد حد بعت لي بري اوبرتيف تيتراجي افالو وقال لي محتاج له ام ار اي، محتاج ان انا اعرف سبيسيفيك كويشن، لان ده مش اليوجوال روتين، مفيش سؤال هتعمله. عرفنا ايه التشيك ليست اللي في دماغنا غير الاربعه بتوع التراجيو فالو اللي هو الدياجنوزز، ايه التشيك ليست اللي في دماغنا اللي احنا ما ينفعش حد يقدم لك حاله او انت تقدم حاجه الا ما يكون عندك كلير انسر اباوت ات؟ ايه الخمسه؟ اديشنال فيزيز، كورونري اناتومي، الليفل اوف ار بي تي اوبستراكشن، البلمونري ارتيز والسورس بلس بلاي. لا انت تقفل حاله تيتراجي اوفالو غير بكده، ولا حد يقبل ان في حد يقول له غير كده. احنا كده خلصنا المحاضره، ما حد عنده اي اسئله؟ طيب حابه اديكم حاجه اعتقد ان هي هتبقى كويسه، حابه اوريها لكم هنا. ده حاجة من جمعية الباستا اللي هي البان عرب بيدياتريك كارديولوجي. ده حد عملها، ده زي معلومات للعيانين بالعربي برضو. انا هنزلها على المرة دي، يعني انا لما لقيتها نزلتها لكل الديسيزز الموجودة عندنا. يمكن في الكورسات اللي قبل كده ما كناش بننزلها، بس دي بيشن ايديوكيشن، يعني لو عندك حد ابيت ايديوكيتد وعايز يعرف التيتراجي فالو ان هو ده. اعتقد احنا برضو انا نزلتها من على الويب سايت بتاع الباشتا، واعتقد ان احنا هنحطها مع كل المحاضرات في الفري انكم تطبعوها تستخدموها في اماكنكم تدوها للعيانين، ان العيانين ده هو هي مكتوبه بلغه عربيه سليمه. هم قالوا ايه رباعي فالوت، تاثير رباعي فالوت، ازاي بنعالجه رباعي فالوت في الادلتس، الاضطرابات الموجوده فيها وهم يشتغلوا ازاي، والحمل رباعي فالوت. فده مجهود مبذول، اعتقد ان احنا نقدر نسيركليت المعلومات دي بتاعت الفري برضو. دي هتبقى فري ماتيريال هنحطها في الكورس ان شاء الله. حد عنده اي اسئله؟ شكرا جزيلا.